اختي انا 25 سنة ومدوبة راجل برضو مفيش. طب بالظبط كده شفتي، ما كنتش عايزاكي تيجي كسوم اللايف ده ليه؟ شفتي شفتي انا ما كنتش عايزاكي تيجي كسوم اللايف ليه؟ لا بجد يا جماعة، من مكاني هذا على السرير وانا متعلقة ومفشوغة كده ومصدرة طيازي للسقف ومرمية على بطني زي الخوالات، لازم لا يا كسومك ما تفرحيش بكده حبيبتي يطلقك. لازم يا جماعة احنا نبتدي بقى ناخده اي بي سي من اول ما نخشه. هنخشه بيتنا، احنا دخلنا بيتنا، خشي حشي خشي حشي بجد، عشان انتي خشي حشي بجد عشان انتي محتاجة باور. انت هتلاقيه بقى يعمل لك ازاي حبيبتي، خشي تنامي ارتاحي. ايه كسوم ما كان مرتاح؟ ايه هو انا متجوزه عشان ارتاح؟ تعالى يا ابن الوسخ اقلع البنطلون كده، يقلع البنطلون. شوفي بتاعه امسكيه من بدانه كده، افضلي قفشه في بدانه، امسكيهم كانك بتوزني حاجه. حلال الله اكبر، وادي بقى ادي موسي ولوزي وخش اللي انت عايزه عليه. عشان تعرفي يا اسراء انا عماله اقول لهم سو لازم تيجي سو لازم تيجي كده يعني. واربعين واحدة والمعلقين معايا 10 15. يا شرموطة يا اللي بتسمعي اللايف ومش بتعلقي، روحي يا بعيدة جوزك يجيله ارتخاء في بتاعه تعيشي العمر كله تلفي بيه على دكاترة امراض الذكورة والعقم. لا ما انا يوم فرحي ما عملتش كده، عشان كده انا ما عاشليش يعني كتير، انا لحد دلوقتي ده صباعي بيخش بالعافية. ده فديك المونة لما انت تتنيكي النهارده يا اسماء، ده انت يعني. حبيبتي بصي يعني طول ما انت حاطه اسمك المناير اللي احنا مش عارفين ننطقه ده، افرضي مش متجوزه، يا دين امي يا دين امي. اه والله العظيم ثلاثة، اللي مش هتخش تعلق يجيله ارتخاء تلف بيه على دكاترة الذكورة العقم ما توعي. روحي بصي على الشراميك لفت، أول ما يلاقوا البتاع حصل له حاجة يتخش بلعب فيه حبيبتي. متطلقة بقى وليحتي يا جاتي، متطلقة بقى وليحتي يا جاتي، هديتي انبطيتي أهو بدخل صبايا ألعب فيه. حدش ليه طاوة؟ لسه قايله لهم الكلمه دي يا اسراء بجد حبيبتي، لسه قايله لهم المعلومه دي. متخيلين البيضان يا حبيبتي؟ قلت لهم صدقيني المعلومه دي، قلت لهم فعلا. ومعلومه تانية يا جماعه. ايه دوريا دي ولا دورة ايه؟ عيط مش بيوك يعني، عيط ربنا يبارك لي في صوابعي التانية، صوابعي ما اشتغلوش، عندي عندي موز عايتي مفيش أي مشكلة ولا يفرقني. هتباع بس يعني هتباع بس بصباع بموز إن شاء الله بإزازة السبراي اللي أنا عايزاه أعمله. لازم أهدي طموحاتي، هرموناتي تشتغل لازم تهدى على طول كده. وأحلى مرحلة يا جماعة لازم لازم يعني تتعاملوا فيها. دورك إيه يا إسراء؟ عايزة إيه يا حبيبتي؟ كلنا ماما حاجتنا هتبوظ من قلة الاستخدام. الكيماوي ما خلاش لحد حاجة يا جماعة، الراجل من دول يبقى واقف بتاعه واقف متر، واول ما تقربي منه يخش الدخلة يعمل احي يا ابن المتنيكة، انت لحقت تعمل حاجة؟ مش مركزة، أنا دلوقتي شايفاكم كلكم عبارة عن مجموعة كساس هايجة يعني، مش مركزة. دوري 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 بلا. طب يا جماعة بجد خدتوا بالكم قبل كده إن لازم يعني بجد بجد يعني من نعمة ربنا علينا؟ خلاص يا دوري المرة الجاية حطيهم جنب بعض. يعني بنتي يا سارة، انا يا سمر انت، انا خايفة عليكي من الفحل اللي انت بتبصي له لفوق ده، مش مطمنة الحجم ده، مش مطمني.
والله انا مش سامعه ولا حاجه، ده انا متنكده من الصبح. بص احكي لكم على حدوته، بص احكي لكم على حدوته. قبل كده كنت ماشيه في الشارع عند بيت اهل مامي، فواحنا ماشيين لقيت واحده ماشيه مكسره كده، مكسره وشويه ولا ايه لك، اللهم صل على صلاه النبي، ضرفه. عارفين يعني ايه ضرفه؟ اقسم بالله العلي العظيم بتاعه واصل لحد ركبته. والله يا دوري هزعل منك، هزعل منك. استني ما انا هقول لك لازم سمر تطمن ليه. فانا شفت الراجل ده رباني، فشفت الراجل ده فانا قلت لامي بقى ايه، قلت لها يا ماما الحجم ده يخرب بيت امه، قالت لي ده جوز المتكسره اللي ماشيه قدام. فقلت لها يا نهار اسود، وهي متكسره كده من شويه اكيد ما من كتر اللي بيعملوا فيها. فماما بصت لي قالت لي انت بتقولي ايه. فانا بقى جه في دماغي ان بجد واحد ماشي بتاعه مدلدل لحد ركبته، اكيد هيبقى عامل ايه، ده يقعدها عليه يلف بيها، يعني لو عايزه تمسح النجفه يقعدها عليها توصل. فماما راحت قالت لي انت تعرفي اللي انت منبهره بيه ده، وحالا النجاسه نطت في رقبتك وبقيتي تفكري ده عامل، رفع عليه قضيه خلع بقالها سنين وريدي خلعته، ده هو بالصدفه ماشيين جنب بعض لان هو ما بيعرفش. فبصت لها قلت لها ايه، قالت لي ما بيعرفش، اقسم بالله العلي العظيم كان هين عليا اروح اقص بتاعه واجيبه جنبي في البيت وقت فراغي بدل ما العب بصوابع العب بيه، ولا بصه ولا الشومه ابن الوسخه، وفي الاخر ما بيعرفش. عارفين الراجل اللي هو عمل السكريه وقصر الشوق، الراجل الطويل قوي معرفش اسمه ايه، شاهين ده، ده ما خلفش غير بنت واحده، يعني بجد والله العظيم تلاتة، يعني ما خلفش غير بنت واحده. لا يا شرموطه، ما انا مش اتكلمت مع امي، قلت لها بتاعه مش بتاعه، فانا بقول لها ده ضعفه يعني وكده، وبقول لها شكله ضخم جدا، قالت لي ده زيه زي اختها. بصي يا بنت يا منار، يعني جيتي في نقطة حلوة جدا، جيتي في نقطة مهمة جدا. في رفيعين انا اسمع، يعني بنت اسراء انت فاهمة الرفيعين، ركزي في الكلمة الرفيعين، ها انا ضرفة هو رفيع. في رفيعين الله اكبر تشهد كده، بيبقى اكبر حاجه فيهم بتحمل لان هم بيبقوا عضل بقى ماسك عضل في قلب بعضه، والتخان ما تكرش ده تلاقيه بتاعهم قد انا بقيت البلح كده. يحيى مين يا شرموطه؟ يحيى شاهين. رفيع بس يحير، قصير بس يحير برضو كده. لا انا شخصيا ليا مميزات في البتاع اللي انا اقرر ان انا اتنيك منه، لا يكون متر ونص اقل ما فيها ايه، ما بليش. قولي لي هتجيبي منين مكان يدخل ده كله، ماليش دعوه من حقي. معلش يا منمونه، معلش معلش يا حبيبتي، ام سوري بيبي، خلاص يا شرموطه. ايوه تعالي ايمان، قولي لنا عرفتي ان هو قد البلحه ازاي. استنى بنات لازم نركزوا فيكم انتم مهمه، من اختكم ايمان بتقول ان هي كانت مخطوبه لواحد بكرش بتاعه قد البلحه، عرفتي منين يا وسخه؟ تعالي. اللهم بصوا، بصوا يا جماعه انت كوني منك، لا دي انا بحسبك منى.
انا كائن حي يعيش ويتعايش يعيش ويتعايش كل حاجة يعني. اقسم بس يا بنتي اعملي كشف حمامه، انت ما حضرتيش اللايف من اوله، اعملي كشف حمامه. تعالي يا ماما قولي لمامتك انا عايزه اقعد مع العريس لوحدنا، اوكي؟ استني 10 100 منك ليها، قولي لها يا مامي انا عايزه اقعد مع العريس لوحدنا، خلاص هتجيبيه يقعد معاكي، هتقعدي مش هتلزقي فيه وتتبعبصي من اول مره، لا هتقعدي سايبه مسافه، اقعدي على الكنبه اللي في وشه، كرسي الانتريه اللي في وشه، اي حاجه حبيبتي اي حاجه في وشه، وسيبيه يقعد ويبرتع كده وياخد راحته. لابس بنطلون قماش لقيتيه كله مكلكع على جنب، يعني عدي مرحله البتاع ب 3 4 سم، لقيتي كده على البركه، لقيتي فلات اخلعي اجري اجري حبيبتي. والله العظيم ثلاثة روحوا بجد بجد، البنات اللي معايا في اللايف وبيتكلموا معايا روحي يا بعيدة مني كليها يا بنت حواء وآدم، يوعدك براجل بتاعه قد الشومة قد الشومة كده يخش فيكي يفشخك، تاخدي 4 غرز، واللي بتشوف اللايف ومش داخلة روحي يا بعيدة إلهي يحرق قلبك ما تلاقي بتاع تلعبي بإيدك طول الليل. بس كده حتى إيدك تتعور، تكوني عاملة بصل ولا توم تولعي في بتاعك كده. انتوا مش شايفين عليها عاملة ازاي؟ ده انا بحسبها وحياة ربنا بحسبها جزمة. والله العظيم ده البروفايل مش واضح قدامي، فكل ما اشوفها بقول ايه ده، طب دي حد حاطط صورة مثلا بوت او حاجة، لحد ما دخلت على صفحتها واكتشفت ان هي دي. اسأليني يا روح قلبك، اسأليني قلبك يجعلها من اسمتك ونصيبك يا السوم. بجد تسألني سؤال مهم يا السوم، أهم حاجة النفس يبقى طويل واللسان حلو، واحنا في أيام مفترجة فعلا الدعوة هترشق. 4 غرز يا حبيبتي، 4 غرز، 2 يمين و2 شمال، أو فلفل حار برضو ليه لأ. بنات نسيت اقول لكم برضو حاجه مهمه جامد جدا فشخ، اوعوا يا جماعه طول فتره الجواز تعملوا اكل حراق، اوعوا يا جماعه طول فتره الجواز تعملوا اكل حراق، هتيجي على دماغك هيجي الحسلك بتاعك هيوهوج نار هيوهوج. تخلي جوزك هيج ازاي يا هبه؟ بصي يا حبيبتي طول ما انت قاعده جنبه لازم تحكي له عن مغامرات اصدقائك، قول له اسكت مش جارتنا امبارح صرخت وصوتت ولما سالتها عملت الراجل كان بيهزر، يعني عارفه ابنك لما يكون فاشل مش لازم كل شويه تقول له شوف ابن خالتك اشطر منك، شوف ابن خالك ما اعرفش ايه، اعملي كده ماما شجعيه، تعالي كده هو نايم معاكي يعني اول ما يبص كله الله انت بوستك اتغيرت النهارده، فهو من الطبيعي هيسخن، يجي مثلا يحطه مثلا هو حمار بيحطه خلاص، تيجي اعمل له ازاي الله انت دخلته النهارده اختلفت كده يعني، يعني اعملي لك ايه، ادخل في الموضوع اكتر من كده ايه، من الصبح عمال اتكلم في البتاع يا هاجر، اعملي اكتر من كده ايه، اجيب لك واحد جنيكني لايف دلوقتي، يا ريت والله يا حبيبتي ما استخسر فيكم. انت يا ماما انت يا حبيبتي انت اللي هتوهوجي، مش انت اللي بيتلحس لك ومش انت اللي هتمصي وهيخش فيكي، اوعى يا جماعه اوعى بجد، امرالي اوعى بجد، الاكل الحراق فتره الجواز ده خالص خالص. سؤالك يا بنت الشرموطه اسالي يا حبيبتي، انا ساكته اهو، يلا استنى نشوف السؤال تسألي، انا بدور مش لاقيه لك سؤال يا شرموطه، قلتي قلبي عايزه اسالك سؤال وما سالتيش، عايزه ايه يا سامر؟ نفقي ايوه، النفاق ده بيجيب نتيجه، هو هيتكسف على نفسك يقول ايه المره الهبله دي، ده انا مش عارف اعمل اي حاجه وهي بتنفقني، لما اديها بقى كنت برغي فين وامتى، عايزه ايه؟ انا صباعي راح فين؟ صباعي هو حبيبتي، استني استني هطلع، طب ما تقولي تاني يا كسومك انت، فين فين؟